من تغريب عندي 37 سنة. بدأت المشروع دوت من حوالي سنتين تقريبا. يعني كنت قاعدة عموما ما بشتغلش، بس حصل شوية مشاكل كده وابتديت انزل اشتغل واعمل المشروع دوت. بس اول ما ابتديت كان من حوالي سنتين، كانت لسه الحاجة رخيصة شوية، فبدأت المشروع كان بمبلغ قليل قوي، والحمد لله دلوقتي الدنيا ماشية الحمد لله. يعني انت كده بقالك سنتين في المشروع؟ طب كلميني اكتر عن بقى يعني الفكره نفسها بتاعت المشروع جات لك ازاي؟ بصي، هو والله الفكره كده جت من عند ربنا، يعني سبحان الله. زي ما قلت لك كان في شويه مشاكل عندي، كان في مشاكل ما بيني وما بين طليقي، وما كانش بيصرف عليا خالص. فكنت قاعده غضبانه فتره عند والدتي في بورسعيد، وبعدين رحت رفعت القضيه هناك في بورسعيد وانا غضبانه هناك عندها. فكان بعد كده لازم ان انا احضر كل الجلسات بتاعه القضيه في بورسعيد، ما ينفعش ان انا احولها هنا مصر. جه صالحني على اساس ان انا اتنازل عن القضيه، ولما ما اتنازلتش عن القضيه عشان انا عارفه دماغه ماشيه ازاي، اللي هو بيسايزني لغايه ما اتنازل وبعد كده هيرجع نفس المشاكل تاني. زود عنده اكتر وبقى ما بيصرفش عليا خالص انا والاولاد خالص. يعني كان في الاول عند علشان انا سايبه البيت، بعد كده بقى عند على طول. المهم جيت اتزنقت في فتره كده اهوت ان انا لازم انزل احضر الجلسه في بورسعيد، وما كانش فيه فلوس خالص، فكان معايا فاضل 60 جنيه تقريبا. نزلت جبت بيهم عيش وجبن وبدات اعمل السندوتشات، والحمد لله. يعني هي جت الزنقه كده وربنا بعت لي الفكره ان انا اعمل السندوتشات. عملت السندوتشات وتمام، وبعدين بقى رحت حضرت الجلسه بتاعت بورسعيد، ولما رجعت بقى كملت في المشروع ده. بنزل كل يوم اعمل سندوتشات، اودي بنتي المدرسه وابدا ابيع السندوتشات، وبعد كده ارجع اخدها وتمام على كده والحمد لله. كلميني بقى، يعني بتشتغلي كل يوم ولا ايام معينه؟ بس بشتغل كل يوم. بجيب السندوتشات، بجيب العيش بالليل والجبن، وببدا الساعه 4 الصبح اعمل سندوتشات. بنزل من البيت على حوالي الساعه 6 او 6 ونص على حسب ما اخلص، وببدا ابيعهم لغايه لما ربنا يديني وخلص السندوتشات. ردود فعل الناس ايه بقى يعني لما وقفت في الشارع؟ التعليقات الايجابيه اللي كانت بتجيلك؟ في ناس كتير جدا بيشجعوني وبيقولوا لي احسن، بيدعوا لي ان انا اطور من نفسي وان انا اكبر. يعني بجد الناس جميله قوي معايا، يعني الحمد لله. يعني دي حاجه من عند ربنا سبحان الله. بجد الناس اسلوبهم معايا حلو جدا، وبيشجعوني وبيقولوا لي دايما اكمل واستمر في الموضوع، والحمد لله. قولي لي، ما واجهتيش اي صعوبات يعني وقفه الشارع؟ اكيد صعبه، يعني اكيد في مثلا مضايقات او كده في كده؟ لا الحمد لله، الحمد لله، يعني ربنا سترها معايا الحمد لله. اكيد بيحصل شويه مضايقات، بس اللي هي ايه، يعني الحمد لله ربنا بيسترها. بتبقى حاجات بسيطه كده من عيال صغيرين تافهين مش فاهمين حاجه، مش فاهمين الدنيا. لكن الناس الواعيه، الناس الكبيره اللي بيشتغلوا وعارفين ان الشغل متعب وكده، كل الناس بتشجعني بصراحه. طبعا الشغل متعب جدا، خصوصا ان انا يعني ممكن يكون شكلي صغير بس انا كبيره في السن، فاللي هو يعني صحتي برده الحمد لله على قدي. بس الحمد لله ربنا ميسر لي الامور، يعني علشان خاطر معايا ملك ويوسف، فالحمد لله. انت اللي بتعملي كل حاجه ولا حد بيساعدك في اي حاجه؟ ساعات ملك بتقوم ترصص معايا السندوتشات لما بتكون صاحيه، وساعات في الايام بتاعه الاجازه اللي هي دلوقتي بتاعت اجازه الصيف بتاعتها بتبقى نايمه، فانا اللي بعمل كل حاجه. لكن ايام الدراسه ساعات هي بتعمل معايا سندوتشات، بترصصهم في الاطباق بس، لكن انا اللي بعمل السندوتشات كلها. كلميني اكتر عن اولادك، وعندهم كام سنه؟ ملك عندها 12 سنة، 12 ونص، رايحة أولى إعدادي دلوقتي، لسه بعمل لها الورق بتاعها. يوسف كان بينزل معايا الشغل كل يوم لما كانت ملك في المدرسة، لكن دلوقتي أهو السنة الجاية إن شاء الله رايح المدرسة، رايح سنة أولى، خلصت له الورق بتاعه برضه وقدمت له في المدرسة. بس الدنيا هتبقى صعبة بقى من بداية الدراسة شوية، علشان خاطر هودي دي مدرسة وهودي ده مدرسة، فهتبقى الدنيا صعبة شوية. صعب عليكي إنك تبقي الأم والأب، يعني مسؤولية صعبة جدا جدا جدا، بس والله ربنا كريم معايا الحمد لله، يعني ربنا معايا بس، فربنا ميسر لي الامور شوية. بس هي لما بقعد شوية كده مع نفسي بحس ان الدنيا صعبة قوي.
مسؤوليات كبيرة قوي وصعبة جدا بجد. عايزاكي برضو تكلميني اكتر عن المشروع، يعني اكتر الساندوتشات اللي انت بتعمليها، وهل بتفكري ان انت بعد كده تطوري منه وتزودي حاجات؟ اكيد بفكر ان انا اطور وازود حاجات، بس في حاجات ما ينفعش ان انا اعملها ولو قعدت معايا تبوظ. يعني الجبن مثلا، ان السندوتشات ما تبعدش، ممكن اغير العيش واحط الجبن في عيش جديد، لكن مثلا حاجات تانية ممكن ما تنفعش، يعني مثلا بيض، فول مثلا. في ناس كتير بتطلب مني الحاجات دي ببقى عايزه اعملها بس ما فيش امكانيه. يعني مثلا لو انا مثلا عندي محل او كشك صغير قادر ان انا اعمل كذا صنف، فهتبقى الموضوع معايا احسن شويه، يعني هيسهل معايا الدنيا اكتر. لكن كده الحمد لله الدنيا يعني ربنا ميسرها معايا، بس طبعا الواحد بيبقى محتاج ان هو يطور من نفسه، لان كل يوم نفس الانواع بتاعت السندوتشات، الناس بتبقى عايزه تغير، بس مفيش امكانيه ان انا اغير الانواع دلوقتي. يعني ربنا ييسر لي كده ان شاء الله وافتح المحل بتاعي ان شاء الله. انت بتعملي سندوتشات ايه بالظبط؟ بعمل لانشون وجبنه رومي وجبنه بالخلطه ومربى. ايه اكتر حاجه بقى بتطلب منك من الناس؟ هو انا بعملهم كلهم مع بعض في نفس الطبق زي كده، بحط الاربع انواع مع بعض علشان يبقى فيهم تغيير. في ناس ما بتحبش ساعات المربى، بيطلبوا بدلها جبنه، وفي ناس كتير بتشكر في الجبنه اللي بالخلطه اللي انا ببقى عاملاها، بتعجبهم قوي. قولي لي بقى، صعب بالنسبه لك المكان نفسه؟ يعني انت متواجده في الشارع، يعني بالنسبه لك بتشيلي الحاجات فين او كده؟ بشيل الحاجات في الشنطه دي، ببقى شايله فيها السندوتشات، وببقى ماشيه بقى بيهم كده. يعني انا ببدا من عند خاتم المرسلين، وبعدين بطلع على الطلبيه، وبعدين باجي هنا، وبعدين بطلع على الطلبيه فيصل، وبعدين برجع تاني، بقف شويه عند شركه الادويه لان في ناس بتاخد مني هناك. وبعد كده بقى لما بيبقى معايا سندوتشات برجع افضل واقفه هنا بقى، من هنا هو بفضل واقفه من هنا من حوالي 8 وربع تقريبا لغايه لما اخلص السندوتشات اللي معايا. بتشتغلي كل يوم الصبح بدري؟ كل يوم ما عدا جمعه وسبت، عشان ببقى قاعده مع الاولاد وبريح نفسي شويه. قولي لي بقى، يعني نفسك في ايه، ونفسك المشروع بتاعك يوصل لايه، ونفسك في ايه عامه؟ بصي، هو المشروع يوصل لايه، هو سندوتشات اخرها محل بتاع سندوتشات، او ممكن يبقى مطعم، ممكن يبقى حاجه كبيره، يعني دي حاجه في علمي بيا. لكن اكتر حاجه نفسي فيها بصراحه ان انا يكون عندي شقه، لان انا فلسطينيه ومعايا ملك ويوسف زي ما قلت لك. بس اي واحده بتبقى مطلقه بيبقى من حقها ان هي تاخد شقه تبع المحافظه، بس انا عشان من جنسيه فلسطينيه فما ينفعنيش الموضوع ده. وطبعا انت عارفه اسعار الشقق دلوقتي عامله ازاي، فنفسي بصراحه يكون ليا الشقه بتاعتي، لان انا قاعده دلوقتي عامله تمكين من الشقه، وفي مشاكل ما بيني وما بين اهل طليقي وكده، لان البيت بتاعهم لما جيت اتطلق قسمنا الشقه، هو اخد اوضتين وانا اخدت اوضه وصاله ليا وللاولاد. الاوضه والصاله اللي انا قاعده فيهم مكتومين، مفيش فيهم تهويه خالص، والاولاد خلاص يعني قربوا السن القانوني بتاعهم يجي، فهيمشوني من البيت، يعني هيبقى مش من حقي ان انا اقعد في البيت ساعتها. بس الحاجه الوحيده، يعني الحاجه الكبيره اللي انا محتاجاها الشقه. طبعا دي مش من السهل ان هي تيجي، بس مفيش حاجه صعبه على ربنا. انت محتاجه شقه ومشروع، يعني زي محلك كده تعملي فيه مشروع السندوتشات. بالظبط كده. نفسي في سكوتر بصراحة عشان اوصل ملك ويوسف المدرسة، لان مصاريف التكاتك بقت غالية جدا، والسنة الجاية زي ما قلتلك ملك هتبقى في مدرسة تانية ويوسف في مدرسة، وكل واحد فيهم في مكان، فهيبقى ان انا هصرف مصاريف كتير على المواصلات بتاعة التكاتك، زائد ان انا شغلي اصلا بيبدأ من بدري، يعني لما بتأخر في السندوتشات ومتتباعش بيبقى اليوم صعب جدا، فاللي هو ببقى يعني حاليا عماله افكر هعمل ايه، هودي ملك ولا هودي يوسف ولا هبدا في الشغل، فربنا يدبرها من عنده. يعني بيكون في اخبار بس مش دايما، على حسب الوقت. بصي، الساعه 7 الصبح دي على الطلبيه فيصل في بيبقى ناس كتير واقفين مستنيين الباص بتاع الشغل بتاعهم، فاغلبيه الناس اللي بتاخد مني من هناك. بعد كده بقى في خلال اليوم الحمد لله يعني ربنا برضو بييسر لي اموري، بس اللي هو ايه بيبقى صعب شويه، لان بيبقى الجو بيبدا يبقى حر، وانا عندي الضغط واطي مع الحر، ما بستحملش الحر، بتعب جدا وبهبط وببقى مش عارفه اخد نفسي، فما بقدرش استحمل الحر، فعشان كده بنزل من بدري قوي.
بتنزلي عشان تخلصي بدري يعني؟ عشان احاول ان انا اخلص بدري. بالتوفيق ان شاء الله، ويا رب دايما يعني نجاح وتفوق.